جينا اليوم هكا مجموعه من التنسيقيات هنا بالرباط اللي كنوصلوا صوتنا للوزاره والنقابات من اجل مجموعه من الملفات العالقه، منها الملف ديال الزنزانه 10 اللي الان مازال ما بان منه حتى حاجه في القانون الاساسي، وكنتسناو من المسؤولين ينصفوا هذه الفئه هذه اللي من 95 والناس عالقين في هذه الزنزانه بدون حل بدون ترقيه مره واحده في اكثر من 24 سنه. وجينا اليوم مجموعه من التنسيقيات من اجل قانون اساسي عادل ومنصف لجميع الفئات التعليميه اللي كنتمناو من الله ينصف رجال التعليم، وبالخصوص الزنزانة 10 اللي مسكينة عالقة مدة طويلة وهي وحلفت الزنزانة وما لقاوش لها الحل، والآن تنتسناو شي مرسوم إن شاء الله اللي يكون توصلت له النقابات والحكومة اللي غيبان إن شاء الله في 23 غش في الاجتماع الموسع. جينا ها هنا اليوم في هذا اليوم الحار والمشمس لكي نقول لا للحيف، لا للإقصاء، لا للتعامل التفضيلي التمييزي بين فئات المنظومة التربوية. جينا اليوم كأطر إدارة التربوية المتقاعدين ضحايا الاتفاقات المتوالية وضحايا عدم تنزيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق الذي اعتبرناه تاريخي واللي جاء نتيجة نضالات اللي هو اتفاق 26 أبريل 2011، والذي كنا نعلق عليه كل الآمال لكي يخرجنا من مجموعة من الزنازين، زنزانة السعود، زنزانة 10، زنزانة 11، اللي قضينا فيها أكثر من عقدين من الزمن، وسنظل إلى أن نحقق مطالبنا بكل ما أتيناه من قوة. كان اليوم كمتقاعد أن نكون في مخيمات وفي الاستجمام، ولكن جاءت الظروف وتحت ضغط هؤلاء الأطراف كلها أن نأتي اليوم في عز الصيف وفي عز العطلة لنستمر النضال. المطلب الثاني اللي جينا عليه هو أننا نقول للوزارة الوصية أن النظام الأساسي أو المسودة المسربة من النظام الأساسي فهي مرفوضة جملة وتفصيلة، وأن الحل اللي جات به هذه المسودة بالنسبة لملف زنزانة 10 فهو لا يرقى إلى تطلعات قابعي هذا السلم، وأن المطلب ديالنا هو ترقية استثنائية للجميع مع جبر الضرر. حاجة أخرى هي أننا جينا نحملوا النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، نحملوا المسؤولية الكاملة على أي قرار أو على أي تسوية خرجت بها غير منصفة لأساتذة السلم العشرة، أنها تحمل المسؤولية التاريخية ديالها حيث هي وقعت على اتفاق فيه تسوية الملف بشموليته.